يعني أستاذ شبيب، وهذه المسابقة هي مختصة بالشعر النبطي. نعم. حدثنا عن آلية المسابقة، هل هناك شروط معينة يعني للمتسابقين؟ جاءت فكرة مثايل بإذن الله، أقول لك الكلام هذا انطلاقا من المدخل اللي أنا ذكرته للشعر وقيم الشعر. جاءت فكرة مثايل للشعر النبطي، أو خلينا أقول الشعر الشعبي، لأن الشعر الشعبي أشمل على جميع أوسع نطاق. أيوة، من ينطق اللغة العربية، لتصحيح المسار، لأنه صار فيه يعني فيه انحراف شوي عن المسار الصحيح في الشعر الشعبي، يعني ما صار فيها اهتمام بالقيم المثلى، بالأخلاق النبيلة، بالقيم الثقافية اللي يقوم عليها المجتمع. فجاءت الفكرة أن نطرح عندنا مسابقة على مدى امتداد 9 أشهر، شهر للشعراء القطريين والمقيمين في قطر من الناطقين باللغة العربية، شهر اللي بعده يكون مثلا للقطريين الخليجيين، الوطن العربي، العالم أجمع، جميع من يتحدث اللغة العربية، وكذلك يعني عندنا 6 أشهر مفتوحة للمشاركات من جميع العالم اللي يتحدثون اللغة العربية، و3 أشهر هي من تختص بالقطريين والمقيمين في قطر. كل شهر نعطيهم قيمة. الشهر الأول قيمة التقافل، اكتب انت تقول لي ايش ترى التقافل عن الاخطاء، يعني مثايل بصح. نعم. مثايل للاخلاق دلائل، عنوانها جاء مثايل الاخلاق دلائل، انها يعني تدل على الاخلاق. اكتب لي عن التقافل، صغائر الامور، يعني فيه نظريات فلسفيه تقول لك كل ما هو صغير صغير. فانت كيف التقافل؟ راينا ابداع منقطع النظير صراحه من الطرح، الزوايا اللي تناول فيها الشعراء. ف كل شهر نعطيهم قيمة. تم المشاركات، جاتنا أعداد ضخمة جدا يعني بالمئات، يتم تأهيل 5. الخمسة هذول يتبارون أمام الجمهور لايف، يتبارون في 5 الشعراء الخمسة على المراكز الخمسة الأولى، ونعطيهم شطر ارتجالي لأحد شعراء قطر المتوفين يحمل قيمة رحمة الله عليه. أيوة، يحمل نفس القيمة ذاتها، يرتجلون عليه، ومن هنا يفوز الشاعر. كل شهر عندنا 5 شعراء، شاعر واحد فاز خلاص تأهل للنهائي. الأربعة المراكز الأخرى يحق لهم المشاركة في الأشهر القادمة، ممكن أن يفوز واحد منهم بالشهر، وبهذه الطريقة إلى أن نصل للختام إن شاء الله في شهر. يعني تكون فرص متاحة لعديد المتأهلين، وهذا اللي يميز مسابقتنا صح، هؤلاء الخمسة. نعم. يعني حتى نضع المشاهد الأربعة الكريم في الصورة سيدي الفاضل، يعني متى ستكون التصفيات النهائية؟ أنت قربت لنا صورة التصفيات، يعني متى ستكون بالإجابة؟ شهر 12 بإذن الله. شهر 12 يتبارى 9 شعراء، يعني بتكون لايف وجماهيرية جدا، يعني بتكون فيها حضور ضخم جدا إن شاء الله. بتكون وكيف شايف أجواء التباري يعني بين هؤلاء؟ والله نارية نارية. شهادة غير مجروحة، يعني أنا معتبر شهادتي مجروحة بالمسابقة، لأني أشوف يعني الإقبال عليها، إقبال من تونس، إقبال من الجزائر، دول الخليج، إقبال عارم من مصر، من سوريا، من لبنان، من السودان، من كل دول العرب، ومشاركات قوية جداً.